الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب ثبت الجنان واجعل الحق على اللسان، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. تحية خالصة طيبة لمن احبهم، ولازلنا دائما مع سلسلة التعليق على سورة يوسف عليه السلام. وقد وصلنا الى قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. إذن ما زلنا مع تلك البدايات، بداية سيدنا يوسف عليه السلام مع المحن والإحن. وقد قلنا أن مساحة الألم ومساحة الابتلاء في هذه السورة عظيمة كبيرة جدا، يستشف منها المرء دروسا وعبرا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، امرأة العزيز طلبت من يوسف عليه السلام أن يعني الفعل القبيح والفعل الشنيع الفاحشة. والمراودة هي الملاطفة، الأصل في المراودة يقال المراودة في السوق هي الملاطفة من أجل بيع السلعة، واضح؟ هذه المراودة. وغالبا تستعمل الكلمة فيما يقع ما بين الرجل والمرأة في ذلك المعنى المعروف، غالبا ما تكون في هذا المعنى المعروف. والمراودة تكون بالرفق وتكون بالكلام اللطيف ولين القول. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. غلقت أي اجتهدت في إغلاقها وأطبقتها، وقد كانت كما ذكر المفسرون 7 أبواب. وهذا الفعل القبيح لا يفعل إلا في ستر وخفية وحرص على عدم الظهور، لذلك اجتهدت في إغلاق الأبواب حتى لا يفتضح الأمر وحتى يكون الأمر في سر وفي ستر وفي خفية. يقول الرازي رحمه الله قوله تبارك وتعالى وغلقت الأبواب، قال السبب أن ذلك العمل لا يؤتى به إلا في المواضع المستورة، لا سيما إذا كان حراما ومع قيام الخوف الشديد. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر، وقد أوصاها زوجها به: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يوسف يعني المفروض أن تكرمه وترفع من مقامه وتهتم بشؤونه، فهذا الشاب راودته زوجة وامرأة العزيز عن نفسه، أي حاولت
أن يقع معها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. حاولت ودعت إلى نفسها، وما كان ذلك منها إلا أنها قد أحبته حبا عظيما، إلا أنها تعلقت به تعلقا شديدا، فقد كان حسن الوجه وحسن الصورة والهيئة. لذلك أعدت نفسها وهيأت نفسها بأجمل تهيئ، وحرصت كل الحرص على أن تغلق الأبواب لتنفيذ خطتها، ومع ذلك امتنع عنها أشد الامتناع. التضعيف في غلقت دليل على المبالغة، دليل على المبالغة. غلقت أي ماذا؟ يعني غلقت بإحكام. حينما أقول أغلقت الباب بمعنى أغلقته بالشكل الطبيعي بالشكل العادي، أما إذا قلت غلقته أي يعني أحكمت وثاقه وأحكمت تغليقه حتى لا يستطيع أحد أن يعني أن 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 يفتحه. وقد ذكرت أنها قد كانت 7 أبواب، قد كانت 7 أبواب، وأبواب جهنم 7 أبواب، كما قال عز وجل في سورة الحجر: لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فهذا من باب يعني الموافقات. يعني الشاهد أنها هيئت نفسها وتجملت له، تجملت وتزينت، واضح. وكما قلت يوسف عليه السلام كان حسن الوصف والشكل والهيئة، فلما رأته وتعلقت به يعني كان منها ما كان. ومن خلال استقراء وفهم مقاصد السورة يتبين لنا أن زوجها كان ضعيف الشخصية، كان عاجزا، كان ضعيفا بهذا المعنى. سيأتي هذا معنى الرجل الذي يجد امرأة تريد خيانته ويقول لها يعني يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. هذا الكلام لا يقع إلا من رجل عاجز، لأن العرض لا يغار على العرض إلا بالدم. إلا بماذا؟ إلا بالدم، كما يعني كما هو معروف. الشاهد أن يوسف عليه السلام كان حسن الخلقة وحسن الخلق، فكان ما كان من امرأة العزيز، فغلقت على التكثير من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يفضح سرها. وقالت هيت لك، فقالت هيت لك كما قرأ نافع، هيت لك هيت لك. وهناك قراءات لهذه العبارة، فأغلبهم قرأ بهيت لك بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء. ويقول ابن عباس ومجاهد وغيرهما أي أنها تدعوه إلى نفسها، أي تعال هل أقبل، هذا معنى هيت لك. وقرأت هئت لك، هئت لك، هيئت لك، أي ماذا؟ أعددت نفسي وهيأت نفسي لك. وقد أنكرها كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله، أنكر هذه القراءة أبو عمرو وكذلك الكسائي رحمة الله على الجميع. إذن هذه المحنة التي يعانيها الآن ونحن نقرأ هذه السورة كأننا نعيش أحداثها ونشاهد تفاصيلها. فالآن نجد يوسف أمام محنة أشد من محنته مع إخوته كما ذكر الإمام السعدي. المحنة التي ابتلي بها يوسف عليه السلام أمام شهوة وإغراء ومراودة امرأة العزيز لهي أشد وأشق وأصعب وأنكى مما وقع له من إخوته. كما يقول السعدي يقول رحمه الله: هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرها. أي الثواب الذي ناله يوسف من هذه الفتنة وصبره عليها أعظم من صبره على ما وقع له مع إخوته. قال: لأن صبره هنا صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة ستأتي معنا. كيف الفرق بين الصبر الذي أنت تختاره
مع انك لا تص... مع ان تقدر تجيب مبررات، تقدر تجيب لنفسك نقدر نقولوا مسوغات تفسيرات او مسالك ومخارج. فيوسف كان في هذه الحاله الان كانت عنده القدره على ماذا، او كانت عنده الفرصه انجاز التعبير ان يبرر لنفسه الوقوع في المعصيه، لكنه اختار الصبر. قال: فقدم محبه الله عليها. فقد كان حب الله في قلب يوسف في تلك اللحظه أعظم من حبه للأنثى والمرأة، مع أن الإنسان قد جبل على حب الأنثى، هذه من الأمور الغريزية. أما محنته مع الإخوة فصبره فيها وصبر الضرار، ما عنده شيء اختيار. لذلك كاين الفرق بين الغني، زهد الغني وزهد الفقير. زهد الغني هو زهد اختيار، الغني زهده زهد اختيار، بمعنى عنده من المال والمتع واللذات وكذا الكثير، ومع ذلك فإنه يختار الزهد فيعيش يعني عيشة الزهاد، واضح؟ مع أنه يستطيع أن يعيش كما يريد. أما زهد الفقير فهو زهد اضطرار، ما عنده شيء خيار آخر. إنسان الفقير ويقول أنا زاهد، أرى بزمنك تزهد، يعني ما عندك شيء الفتنة ديال المال باش نقدروا نقولوا لك واش أنت زاهد ولا ماشي زاهد. الزهد لا يكون إلا عندما يكون الإنسان في غنى وفي يعني رخاء من العيش، هنا تظهر لذة وثواب الزهد. فإذا يوسف عليه السلام صبره أمام فتنة العزيز أو امرأة العزيز أعظم وأكبر عند الله عز وجل من صبره مما وقع له مع إخوته كما تعلمون. وقالت: هيت لك هيت لك. قال: معاذ الله، ألتجئ بالله وألوذ به وأعتصم به وأتمسك به، أتوسل إليه فهو ملجئي وهو ملاذي سبحانه وتعالى. أي في تلك اللحظة، لحظة الفتنة ولحظة حرارة الابتلاء، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حياكم الله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أي إنه زوجك، بعلك، إنه ربي أي سيدي اللي هو الزوج ديالك، بعلك اللي هو يعني اهتم بي وأكرمني ورفع مقامي، إنه ربي أحسن مثواي، أكرم نزلي وأحسن إلي، كيف أقابله بالفاحشة مع أهله؟ كيف ألوث فراشه وهو الذي أكرمني؟ ولا يخفى عليكم أن المفسرين قد اختلفوا في قوله تبارك وتعالى: إنه ربي أحسن مثواي. فهناك من قال أن ربي هنا المقصود به الله عز وجل، أي إنه الله أحسن مثواي، إنه الله أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فالضمير هنا كما قال بعض المفسرين يعني عائد إلى الله عز وجل. القول الثاني وهو الأشهر والمناسب للمقام وللسياق، أي إنه سيدي اللي هو البعل ديالك، زوجك، أحسن مثواي، أكرمني، فكيف أرد هذا الكرم وأجازيه يعني إساءة، كيف أرد الإحسان بالإساءة، ما هذا إلا فعل الظالمين، ما هذا إلا فعل الظالمين. ومعي هنا قول ابن تيمية رحمه الله، يقول: قول يوسف عليه السلام لما قالت المرأة العزيز: هيت لك، كما قال نافع، قال: معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي، إنه ظالمون. المراد بربه في أصح القولين، وهنا إشارة إلى اختلاف المفسرين، هو سيده
وهو زوجها الذي اشتراه من مصر، الذي قال لامرأته أكرمي ما ثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهو الراجح كما أسلفت. لكن بعض التفاصيل، لماذا علل يوسف أن يوسف عليه السلام لما رفض الفاحشة لم يقل إنها الفاحشة إنه الزنا، قال إنه ربي أي إنه زوجك. هنا ذكر حق الزوج حق الخلق، وما ذكرش حق الخالق سبحانه وتعالى. كاين فرق، كاين فرق. العلاقات ديال الإنسان مع الله عز وجل تختلف مع علاقتنا مع بعضياتنا. الفاحشة في حد ذاتها هي مرفوضة، ولكن إذا كان الأثر ديالها خاص بك أنت فقط، فالأذى ديالها ما غاديش يكون بحال الأذى إذا كانت في عرض يعني وفراش وحق زوج. فهنا يوسف والقرآن الكريم بليغ، هنا ذكر حق الزوج ولم يذكر حق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ حتى يبين يعني خطورة الأعراض وحقوق الأزواج ويعني ما يتعلق بالعوارض. واضح؟ مع أنه صحيح أن الإنسان إذا تذكر حق الله فإن هذا يمنعه من الوقوع في المعصية، لكن إذا كان الأمر متعلقا بحق الزوج فهو أشد. أولا قال لك يقول ابن تيمية رحمه الله هذا سوف يمنع المرأة نفسها، ماشي غير فقط يوسف، سيمنعها هي بنفسها وسوف تعذره، بخلاف إذا كان حق الله تبارك وتعالى، لأنها لا تعرف عقوبة الله في ذلك. في ذاك الزمن هل كانت تعرف عقوبة الزنا؟ لو قال إنه الزنا تقول له من بعد، كاين المشكلة؟ واضح؟ خاصة أنه لم يكونوا على شريعة من الشرائع المنزلة. لكن إذا تعلق الأمر بحق الزوج فهذا مما يعني كما يقال تعرف عليه الناس قديما وحديثا في كل ملل والأديان، قد قدسية الفراش فراش الزوجية. إذا فهي قد ترتدع إذا أمر تعلق بحق الزوج، وهذا سيجعله ييأس من الإصرار والإلحاح. واضح؟ لكن كلام طويل جدا لا أريد أن أذكره. إنه ليفلح الظالمون، أي الذي يجازي المحسن بالإساءة فإنه لا يفلح، لا ينجح. هنا يعني يوسف عليه السلام تذكر حق سيده وصنيعه به، فرأى أنه من الإساءة والظلم رد الخير بالشر، رد الخير بالشر. واضح؟ فليس من الإحسان أبدا أن أرد ماذا؟ أن أرد الخير بالشر، مع أني في حالة إكراه. وسيأتي معنا كلام ابن القيم رحمه الله خلاصته، علاش الصبر ديال يوسف هنا أفضل من الصبر دياله مع أخوته وأمور كثيرة. قال لك لأنه داك الشيء اللي ناله مع امرأة العزيز مختلف تماما مع ما نراه مع إخوته. قال لك اجتمعت في هذه القضية، قضيته مع امرأة العزيز، الأمور لما اجتمعت في الأمور الأخرى، الابتلاءات الأخرى. أول حاجة، يوسف عليه السلام رجل، والرجل قد ركب فيه من الغريزة والرغبة في النساء ما هو معلوم. الإنسان يميل إلى المرأة، الرجل يميل إلى المرأة، والمرأة تميل للرجل. الإنسان العطشان يميل للماء، الجائع يميل إلى الطعام. واضح؟ وقد يصبر البعض عن الطعام، وقد يصبر البعض عن الشراب، ولا يصبر الكثير عن النساء. واضح؟ والرغبة في النساء ليست عيبا، العيب هو أن لا أن تكون في غير ما أباح الله عز وجل. واضح؟ بل يذم الرجل إذا لم تكن عنده رغبة في النساء، وهذا من أفعال الرهبانيين. واضح؟ الرهبان ورهبانيتي ابتدعوها كما قرأت الزوج الله. واضح؟ الأصل أن يعني مما يتمدح به ويمتدح به الرجل أن تكون رغبته في النساء صحيحة. واضح؟ من باب الفحولة يعني.
واضح، ولكن أن تكون فيما في المجال الصحيح وفي المكان الصحيح. نعم. إذا أول شيء فيوسف الرجل، كان هناك يعني الأسباب اللي كانت من الممكن تخليه يعني يستجيب للمراودة ديال المرأة العزيز. الأمر الثاني هو أنه كان شابا عزبا، أعزبا غير متزوج، ليست له زوجة وليست له سرية، يعني سرية يتسرى بها كما يقال حتى يكسر شهوته. الشاب الذي لم يجرب النساء دائما يعني في عقله تلك التخيلات وذلك العالم الذي الجميل الذي يريد أن يخترقه ويتعمق فيه ويكتشفه، تلك الصور التي يرسمها في عقله، يريد أن يأتي الوقت الذي يتقحم هذا العالم الوردي كما يقال. فيوسف كان شابا أعزبا غير متزوج. ثالثا أو رابعا كان غريبا، يوسف عليه السلام غريب، ثالثا يعني غريب بمعنى حتى إذا وقع في الأمر فلن يفتضح لأن لا أحد يعرفه، فهو بعيد عن وطنه. والإنسان دائما إذا كان بعيدا عن بلده قد يفعل ما لا يستطيع فعله في قريته أو في بلدته. ثم قلنا هو شاب بما في كمال فتوته وقوته. خامسا هذه المرأة كانت لها واحد المنزلة وكان لها منصب وجمال بحيث أن أي إنسان يرغب فيها، يعني فيها من المواصفات ما يجعل الإنسان فعلا يرغب فيها، فقد كانت جميلة وقد كانت ذات منصب. سادسا أنها لم تكن ممتنعة متمنعة رافضة، بل كانت راغبة، كانت راغبة غير ممتنعة، لأن شحال من واحد الذي يمنعه ويحرجه من الوقوع في الكذا هو يعني تصوره أن المرأة ترفض، تخيله أنها تمتنع. واضح؟ وكثير من الناس من باب الكبر وعدم الرغبة في الخضوع والخنوع يأنف من أن يسأل هذه الأمور. فهذه المرأة هي التي تريد، لم تكن يعني أبية ولم تكن ممتنعة بل كانت راغبة. أيضا سابعا طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، بمعنى وفرت عليه كل شيء، بمعنى كفته مؤونة الطلب، بمعنى لن يفعل شيئا إلا ما تريد. ثامنا أنه تحت سلطتها في دارها وقهرها، بحيث أنه كان يخشى لو لم يفعل أن تؤذيه. إذن كان هنا الرهبة بالإضافة إلى الرغبة كشاب. تاسعا أنه ليس هناك سبب يجعله أو يجعلها تنم عنه أو أن تخبر عنه. واضح؟ بمعنى ما غاديش تضحو ولا تبدأ بيه كما كنقولوا، هي الطالبة والراغبة، والإنسان الذي يفعل هذا ويغلق الأبواب لن يفضح نفسه، إذا هو في مؤتمن في مأمن أن يفتضح السر لأنها هي الحريصة على ذلك. عاشرا هو كان في الظاهر يعني مملوك لها، يعني كان يدخل ويخرج، وهكذا كان المماليك وهكذا كان الغلمان في الثقافات القديمة وحتى يعني في العصور المتأخرة كانوا يروحون ويجيئون ويدخلون ولا أحد ينكر عليهم، فبالتالي هي كانت اعتدت عليه واعتدى عليها، كان هذا الأنس وهذه من أقوى الدواعي في العلاقات كما يقال. يعني واحد المرأة عربية شريفة سئلت ما الذي جعلك تقعين في كذا في الفحشة، فقالت لهم قرب الوساد وطول السواد، أي كان سواد ووساد الرجل قريبا مني. الحادي عشر أن استعانت على ذلك بالمكر والاحتيال. واضح؟ فوقع ما وقع منها مع نسوة المدينة كما سيأتي لاحقا، أي استعانت حتى بنساء المدينة لكي توقعه في ذلك، لكنه استعاذ بالله والتجأ إليه حين قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ماش هددته بالحبس وبالصغار والذلة والإكراه، تهديد وإرهاب، ويعني إلى ما هضرناش على داعي الشهوة نهضروا على داعي الرهبة. واضح. 13 الزوج لم يكن صاحب غيرة كما قلنا، ليس صاحب نخوة، ليس صاحب يعني حتى يعني
الأصل في الرجل أن يغار على من يحب وأن يغار على من هو تحت ولايته وتصرفه. فبالتالي لم يظهر هذا، قال يوسف أعرض عن هذا، وقال المرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فبالتالي لا شك أنه قد ظهر ليوسف من قبل ملامح عدم الغيرة من الأول، يبدأ يظهر ذلك في الشخصية، في التصرفات، في التعاملات. إذن هذه الدواعي كلها كانت من الممكن، أو واحد منها فقط، إحنا قلنا اجتمعت الدواعي كلها، اجتمعت كل الدواعي التي من الممكن أن تدفع يوسف للاستجابة لرغبة امرأة العزيز، لكنه آثر حب الله ومرضاة الله على أن يسجن وعلى أن يقع يعني وألا يقع في الزنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، وعلم أنه لن ينطيق ذلك الابتلاء، فقال صرف عني كيدهن، طلب من الله أن يصرف عنه ذلك الكيد، وأن الله تعالى وحده هو الذي يعصم، ليس ذكاؤك ولا فطنتك ولا حكمتك، إنما هو الله وحده تبارك وتعالى، الله وحده الذي يعصم ويصرف، وإلا سيكون من الجاهلين. وهذا يدل على كمال معرفة يوسف عليه السلام بربه سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد تعليق على هذه الآية البينات، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس اللاحقة سنستمر بإذن الله تبارك وتعالى في استخراج هذه الكنوز وهذه الدروس. وشكرا على متابعتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.